السيجارة الإلكترونية سمول بليس هي عم تحمك المرض. ما هي حسناتها؟ ما هي هالدرجة اللي بتحرق ومن خلالها بتعمل هي المواد السامة اللي بنبقى خايفين منها من السيجارة. بالإضافة إلى فقرة التكنولوجي مع الدكتور خضر وضيوف الحلقة دكتور فؤاد رمضان ودكتور عامر صقر، والموضوع السيجارة الإلكترونية حسناتها وسيئاتها. لمسة شفاء. هذه الحلقة برعاية ستيم السيجارة الإلكترونية.